أكد السيد أسامة عبد الله العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل خلال حوار مباشر مع الجمهور ووسائل الإعلام عن بعد ضمن برنامج ترابط 2 والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية أن ما تعيشه مملكة البحرين من إنجازات يعود بالدرجة الأولى إلى ما تحظى به مؤسسات الدولة المختلفة من دعم كبير من لدن عاهل البلاد المفدى ودعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبدعم ومؤازرة سمو ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب العمل كمنظومة واحدة متكاملة. لفتح نافذة التواصل بين المسؤولين والمواطنين تجسيدا لمبدأ التواصل المؤسسي، عقدت الجلسة الثالثة من برنامج ترابط 2 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية في نسخته الثانية. استضاف البرنامج السيد أسامة عبد الله العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، وأكد أن الهيئة هي أحد مقومات الإصلاح الاقتصادي ضمن المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدى حفظه الله، حيث تطورت على مدى 13 عاما لتواكب متغيرات السوق وبما يتوافق مع السياسة الاقتصادية العامة لمملكة البحرين. مبادرة معهد البحرين للتنمية السياسية مع برنامج ترابط مبادرة رائدة، والهدف منها أن احنا نصل إلى المتلقي في بيته، نصل إلى جمهورنا بحيث أن نجاوب على استفساراتهم ونوصل لهم أدوارنا في المنظومة الحكومية لكي نكون أقرب إلى المتلقي، نكون أقرب إلى المواطن، وفي نفس الوقت نغطي الأحداث ونغطي ما يهم المواطن في كل مرحلة من مراحل التعامل اليومي. هذا وأكد العبسي أن الهيئة تعمل في ظل منظومة متطورة من القوانين الوطنية ومنظومة دولية يتم من خلالها تكريس التعاون في مختلف المجالات، ناهيك عن مسؤولية الهيئة عن حماية أجور العاملين الوافدين وحماية العمالة الوافدة من الانتهاكات، بالإضافة إلى تكليفها بملف مكافحة الاتجار بالبشر. وتواصل الهيئة في تطوير أداء مهامها وتفعيل كافة آلياتها، حيث أن ما تم تحقيقه من إنجازات لم يكن له أن يتم لولا الدعم المباشر من لدن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والثقة التي يوليها سمو ولي العهد لفريق البحرين. فالهيئة جزء أساسي من منظومة العمل الحكومي ولها علاقة مع مختلف الجهات الرسمية وعلى تماس مباشر مع احتياجات المواطنين. مملكة البحرين تتصدر الجوانب في العمالة الوافدة وتعطي دول العالم دروسا في هذا الجانب، وما هو إلا تأكيدا أنها ليست وليدة الحاضر، بل هو لمشروع إصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه لضمان رعاية ومصالح المواطنين. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.